سبحانه وتعالى إن روح لا إله إلا الله رهية لبهي رياض المسلمة آية دوران كإلهي الحكير روح السلام دي سردة على اثنين المسلمة وحي إذا آية دوران سرق صحابة كمدة أي وحي قلال دول لماذا بيقلال نبي قدر عليه الصلاة والسلام مركز أيكو دريد سي سعداء يا واحد لكم من نين أريواتا نين كاري قوتي وو سلام مركو سلامي أي واحد دان سلامتا أو نسلامي ما هن مت عدي ليس إسلام لماليس وحي أمري المركز نوقالي هاي مركز العرقين كقاتين السجينة هي ماشية كدليل مركز إلهي وحسودة آيات القرآن الكريم كا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا هيدتك إيمان كرهاي إلهي هم يو هديات سفرتان أرضادي أتكو سفرتان إلهي جدك سي أتكو سفرتان كان عديست أمورها كان عديست بالي فتبين أيام هدك دقيننا تثبت سماي سقناش السماي حدهننا روحي إدين إدين سور بدي سلام أو إدين سلامي مسلمة تدارينا مؤمن تدارينا أدينك أضل بيا الدنيا دا بربركا قولي دتة نرش فاسدو أدينكو دوريا حديثيننا مسلمتي إلهي أكتسا وحيا له نعمة فربضا إيا مغانم فربضا باطال غانمة فربضا با إلهي أكتسا تال مركا مدى إلهي أكتسا تال في ريا بالي مناصبة مركا حتى الوجه دا وحاوية مركا السلام تأسور هدي أي محي كدها ميا مع الدين يسوع إسلام لمديس مركز إساس عليه سينا غنيمان وغاتين أسجل دي إلهي مركز وود دقال لمن وحي أهايينا أصحابة الرسول كبه أهاي محال وود دقال لمن دد دقاس إيد دق دقين سيدة واجب كامحيها تثبت بيها تثبت سيدة إلهي أمر فتبينه إلي تثبت سمعيان ويسن تصرع سمعين ويسن دق دقين تاسع لقرر وحي كدر دقال حكم كأي حكميان ديبا نينكي تاس كدر دقال مالك تاس إلهي هو الرياب سبحانه وتعالى دق دقال نوع عاصر إلهي هو الرياب وعاك لو ترتين انت معاك ليتوها صحابة النبي كم يدي دقال الآدين دول لماذا قالين غزوة غزوات كي النبي هو الدري كم إذا هيت وحا كم إذا رجع دولي أسامة بن زيد أيها كم إذا مركا أسامة بن زيد نوحوها ابن حب يعني حب رسول الله بوها السابنا حد لفتي سبو حسيها ابن حبه بوسيها السابن نبو كو جعلاوي كي أو جعلا نبو إنا كي سينوي زيد نبو وجعلا سر أسامان نبو وجعلا عليه الصلاة والسلام مركا قوبتي مركي لتغي ودقال كي لقالي يا واحد علي وسامع لفتي سي ينين كريتو وكمدها عن أنصارتا أي واحد راع دي ستنين قال دي كمد نينكي قال دي كمد ويكدبا تغي مركا يكدبا تغي أيو قيد هوسكر مركا يسول لا إله إلا الله نينكي هي أنصاري واكر ربتوهم وكتل مركا كلمة داس بكم مغلل والدائي وسامع وحي أمري إنه كلمة دانو يري إنه كل دور صدو وصيف تان لقال الدبور دانو كل دور صدو سيداس أمري مركاسو نين كدلي حي أمري إنه سكروش لقال كلمة دا إيا سيف تان كل دور صدو باش أسو كدلي مركي لا نغضى النبي اللوت تبي إيا الله شيء وحالي سيداس أدعلي وسامع إيا نينكا هيران سارة
ninkaas ay raacdaysteen geed buu hoos galay, kelimada tawxiidkuna ku dhawaaqay. Ansaarigii waa ka reebtoomay. ninka la yidhaaha usaamana wuu dilay baa la yidhi ilaahay rasuulkiisu. marka usaamanta nabigu ku soo jeestay ayaa wuxuu ku yidhi aqataltahu bacdamaa qaala laa ilaaha ila allah. usaamu ma dishay markuu laa ilaaha ila allah yidhi kabacdi, miyaa dishay buu markuu laa ilaaha ila allah yidhi kabacdi miyaa dishay maada tasnac bilaa ilaaha ila allah, maxaad ku samaynaysaa laa ilaaha ila allah, maxaad ku samaynaysaa idaa jaaat yowm alqiyaam, maalinta qiyaama hadday timaado maxaad ku samaynaysaa? markaasuu ilaahay rasuulkiisu seefta uga dhowrsanayay markaasuu nabigu ku cirshuu yidhi aqataltahu bacda maa qaala laa ilaaha ila allah kayfa tasnac idaa jaaat yowm alqiyaam, ma dishay markuu laa ilaaha ila allah yidhi kadib see ku samaynaysaa laa ilaaha ila allah hadday maalinta qiyaama timaado way iyadu kood kula fuusho maxaa ku samaynaysaa? yaa nabigu waa ku celceliyey markaasuu isaguna wuxuu yidhaahdaa yaa rasuul allah inamaa qaalaha liyatacawad liyacuuda biha min asayf inamaa qaalaha liyattaqiya biha min asayf, wuxuu u yidhi inuu kaga dhowrsado seefta. markaasaa nabigu ku celiya kelimadii, markii dambe wuxuu ku yidhi halaa shaqaqta can qalbi xataa taclama annaha qaalaha tacawuda min asayf am la, miyaad jeexday qalbigiisii intaad ka ogaato in uu u yidhi ka magangal seefta uu ka magangalaya kelimadan iyo in kale ikhlaas u yidhi intaad ku ogaato miyaa seef qalbigiisii jeexday? ma jeexday. aqataltahu bacda maa qaala laa ilaaha ila allah buu nabigu ku celcelin. markaasuu usaama wuxuu yidhi yani nabigu kelimada way igu celcelinay intaan ka tamaniya buu yidhi xataa tamanaytu anii lam uslim ilaa yowmaidin, wa fii riwaayati xataa tamanaytu anii lam uslim qabla dalik, intaan ka tamaniyo inaanaba islaamin markaas ka hor oo markaas aan islaamo aan dilay kabacdi intaan ka tamaniyo. waayo hadda dilkiisaas alislaamu yahdumu maa qablahu buu noqon lahaayo, islaamku wixii dambigoo ka horreeya waa dumiyaa. marka dilkiisu dunuubtii islaamku dumiyay inuu kamid noqdo tamaniyo, wixii sii horo camal uu sameeyey oo islaamnimada dhexdeeda ku sameeyana inuu ka soo qaado wax ka soo qaado aan laga soo qaado uu waxba laga soo qaadin, laakiin haddeer asagu saafiya soo baxo saasuu tamaniyo. fiiri kelimada laa ilaaha ila allah sida qiimo badan tahay. qofka dhiiggiisa waa ilaalinaysaa, waa difaacaysaa, maalkiisa looma gudbi karo, cirdigiisa looma gudbi karo, naftiisa lama bixin karo, dhiiggiisa lama daadi karo, qiimo waxay u yeeraysaa sare qofka laa ilaaha ila allah yidhaahda. ayada ka dacwoonaysa nabigu muxaadiidka ku yidhi hadday maalinta qiyaama timaada see ka yeelaysaa buu see ka yeelaysaa buu. marka maalinta qiyaama inay kuu dacwoonayso taasay ku tusinaysa qofka marka ku gaara ma xugminahay boqol qofood qofka ku gaara ma xugmiya ka war ka badan qofka ku gaara ma xugmiya ka war sida khawaarijta asxaabu rasuulillaahi oo dhan bay ku gaali ma xugmiyeen, sayid cusmaan bay ku gaali ma xugmiyeen, sayid cali bay ku gaali ma xugmiyeen, dalxay ku qaali ma xugmiyeen, zubayr bay ku gaali ma xugmiyeen, kulligoodna nabiga shahaadadiisii bay haysteeno janno uga maqaati kacay, jannana qofa qaal maba galaba. waaba da'digoodu waa saas, da'digoodu waa sidaas. qolo walba oo ka mid ah waxay ku gaali ma xugmiyaan, qolada ay la joogaana ku gaali ma xugmiyaan. khawaarijtu haysdihin zabanadii yani hadda zabankeena waad aragta kuwa hadda nala jooga khawaarijta ah say ku gaalnimo xubanayaan culimadii, caamadii, dhallinyaradii, gabdhihii, naagihii, hablihii kale kulli say ilmihiina ka ahaa kulli waxay saasay ku gaalnimo xubanayaan. khawaarijtiina ee la joogteen zabankay asxaabtana saasay asxaabtii ku gaalnimo xubanayaan. qolo walba marka dadka zabankooda ayay ku gaalnimo xubinaysaa.
هذي كوه أمانة زمن نبي دحى يعني كوه اللي جوجي على خير أمانة كواني وما أهن مرقاتي وما نغنها كواني تزجي ونغنها عدد وأساس ما قرأوا البقرة دي اللي جوجي اللي زمن تدو أي كوه قال لي ما حب مناسب إلهي سبحانه وتعالى كلمة لا إله إلا الله حرمة بدن بسيء حنا بقول مرك كوي داري أنا مكان كلمة داس واحد كل بيت كلمة داس لا إله إلا الله هي قيمة تيران شيطان مرك هو ده ذو قرحي مرخاسي وحي وهي استان لا إله إلا الله ذي إليه أيك إلى قيمة لا ذا كلية مد الأولية هدتك كريتو كسر الجدار إسمح قيمها ساسي بس شيطان بقى مركي كذي عارف كذي قرحي شيطان بقى قرحي وكذي مركي سيد عارف ولا أي أيوه أيوه كم مدحية ذي جرف جرفون أيوه سواد أحمر مركز بوح مكوي سيد عارف بؤس لكم لقد ضركم من غركم دور هو يبرأ إذا سوناتي واحد إذا جاب مركي إذا كذي كيد كذي وهل كان دي سوء قامي قاد تدبيرهم إلى تدميري ما ملكو دي بوحو سوء قامي هلاك بودي ماشي الوقو ما دو كان مركاسا ملاح يدو دي لبوح مركاس بوحو كوي وحا إذن ببي مد كيد كذي مركاس على سوارة يا أمير المؤمنين مؤمنين تأمير كذي ومن غرب يا كذي مركاس برغرهم الشيطان شيطان با كذي يبوي نفتو دي كديسي حنطة الأمارة داهي هي كديسي مركا الشيطان با كدي يبني مركاسو عمر كود وقرحي مركاسي وحي مودان أياكو وحا أي سمين هيا إن إتنا دي هناك قرأ هيا إلما هيا يركاه يعني برا هيا سيدا يعني ذاتك اللي والله وحي مقرأ هيا إتنا دي هناك قرأ يسا ورات قرأ يسا حور العين تهرك بسين سهلين مركاسا هدلال يرى الوغشي كي ناقعي محل ما كفر يسكون أن جاس واحد لقرا هي شن هذا تبوسين سين تاسو نابغة تبوسين سحور العينة هل لي تبقى القرية هدا ثاني سوالي كدع هدا ثاني سوالي كدع إن أيك هو كسب حبوش يجا يا وحي عن الوصى لي فريال تلو دي ولا إلى شن هذا كفر أنا سفر عن شن هذا واقع فرجه تقول تبقى كوب قال ما حب مريani قال لك هذا جينا هذا نقول لينا يا ويكون مقعابين تقال الجهاد يكون مقعابين سيدا الشيطان كوقر حيثير نفتو دينا ويكون مقعابين مجاهدين هنا ليران مجاهدين هنا ليران أيدها مجاهد واكما مجاهد وامتك إلهي دين تيسا أدقال من إعلى كلمة إله أدقال أقال كي نبقوا لدقال من لدقال من يا ماها مسلمين تمت كلا دجا لما لما يرى المجاهد لما يرى مسلم مر كلا دجا لما ي يا في سبيل الله مر كقف كلا ليه كلا سو مسلم كلا دجا لما هو مر كمالك يسلو صور مالك الدفاع عليه نفتي يسلو صور الدفاع عليه نبوي من النبي عليه الصلاة والسلام كاسوري لا تسول كيس وخورا هدوه ما دنم أو يرى مالك هذا كهربا مالك هذا إسيد سي يا مركا سور لا تعديه مالك بيرنا مالك هذا اسكسي مركا سور أن رأيت إن قاتلني كورنا دو إرد قالم مركا سور قاتله رد قالم أن رأيت إن قاتلني هدو دير كورنا قالوا إن قاتلك فأنت شهيد شهيد باك أن رأيت إن قاتلت هدان دير كورنا قال هو في النار نار تقتلك وأيوه كان مركا في سبيل الله قلت قال لي سامر النبي عليه الصلاة والسلام قتال كاب في سبيل الله وأيوه مركز مركا ومركو نفتي سي دفاعي مالكي سي دفاعي أهلكي سي دفاعي حديد كلام وحكوي للنبي وأصحابته سؤال مركز يقول من تعدون في سبيل الله يا قلت لنا إنسان إنه يهي مجاهد جهادي في سبيل الله كل جهادي مركز يدين من قاتل في سبيل الله إلهي شد كيس روح أخوته قال ما قال هذا لذا قال ما مركز يريد أن شهداء وما تقلي إذا ما يريه المركز شهداء وما تيدو من غادر في سبيل الله فهو شهيد
ومن قاتل دون دمه فهو شهيد، ومن قاتل دون ماله فهو شهيد، ومن قاتل دون دينه فهو شهيد، ومن قاتل دون أهله فهو شهيد. بالحديث أبو داود كأرنا مسلم باوري كان أبو داود باوري مركوا بدأ روحة النفط سي ماركيس أهل كيس أسوى دفاعي أمنته وشهيد نبي أمر قاتل عليه الصلاة والسلام. من تصور مسلم حدو يا وحكون بنا يا نار تقرأ يا نبي سيد الكلمة عليه الصلاة والسلام نار تقرأ ويدين كيسي وبرنايسا هدو صحة البرنايسا دم بيكون كبير وقال وروح مسلم الدلو كبير وقال دم كبيرة وقال حكومة تيسان يا حدود حكومة تيسان مرحة تكفير قدرت الإسلام هلا قال يا وحسن لنا حرام ويلا ما أقرأ أنك هالك أكسي وضن طوما حلقة دينا السدحية طبنا هالك أسي نيو جوغي سوى بالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.